بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، الرحمة في قلوب الحيوانات والله أحيانا تكون أكثر من كثير من البشر. لفت انتباهي هذا المشهد لهذا الفهد الذي يحاول اصطياد قردة كما نرى فيقتلها بضربة واحدة، ولكن هذه القردة يكتشف هذا الفهد أن معها مولودا عمره تقريبا أيام، وهذا المولود متعلق بها كما نرى هنا في هذا المقطع. هنا أيها الأحبة، هذا هو القرد الصغير يتعلق بأمه وهي ميتة. يعني انظروا إلى عاطفة هذا الصغير تجاه أمه، على الرغم من أن الفهد قتلها ويريد أن يفترسها، إلا أن هذا القرد الصغير يتعلق بأمه ويحاول بكل ما أوتي من قوة ألا يتركها. انظروا كيف يجلس مترقبا حزينا على هذه الأم. من الذي علمه هذه الرحمة؟ ولكن هناك رحمة أغرب من هذه، رحمة الفهد بهذا القرد الصغير. لقد جاء ليعطف على هذا القرد. انظروا أيها الأحبة، مع العلم أنه لقمة سائغة وشهية بالنسبة له، إلا أن هذا الفهد جلس بجانبه ويحميه من الضباع. أيضا جاءت الضباع لتفترس هذا الصغير لأنه وجبة شهية وسهلة، لا يستطيع المقاومة ولا يستطيع الهروب، وبالتالي وضعه في مكان آمن وبدأ بحمايته من المفترسات مثل الضباع، الذئاب، الثعالب إلى آخره. انظروا، يعني الطفل أو قرد صغير جدا، هذا الفهد يرعاه ويحميه ويؤمن له الطعام والشراب سبحان الله ليكبر. يعني انظروا كيف يجلس مثل الأم الحنون، مع العلم أن ضربة واحدة كافية لقتله. انظروا كيف يحاول أن يقبله، أن ينظفه، أن يتقرب منه. سبحان الله، يعني هذا فهد مفترس أيها الأحبة، الكائنات تخشى منه، الحيوانات الكبيرة تخشاه، مخلوق صغير لاحظوا هنا يحاول أن لا يتركه وحيدا على الشجرة خوفا عليه، بل يحاول أن يعني يجذبه ويجعله بقربه دائما. انظروا كيف يلتقطه بأسنانه ليحاول أن ينزله، ولكن هذا الطفل الصغير، هذا القرد الصغير متعلق هنا في هذا الجذع من الشجرة ويصارع من أجل البقاء. التقطه الآن وطبعا أخذه هنا لمكان آمن. انظروا إلى شكل هذا القرد كيف أصبح مطمئنا وفرحا وآمنا من أي خوف. أيها الأحبة، هنا والله يعني أنا هذه اللقطة هنا أود أن أتوقف عنها أحبتي في الله، أو عندها. لو غرس أنيابه في جمجمة هذا القرد غرسة واحدة سيقتله على الفور. طيب، ما الذي يدعو مخلوقا ضخما بهذا الشكل أن يعطف على هذا القرد الصغير بعد أن قتلت أمه أو بعد أن فقد أمه؟ إنها الرحمة أيها الأحبة، إنها الرحمة التي أودعها الله في المخلوقات. على فكرة، رحمة الله سبحانه وتعالى أنزل منها جزءا واحدا من 100 جزء،
جزء واحد تتراحم به الخلائق إلى يوم القيامة. تصوروا كل الرحمة الموجودة على الأرض بين مليارات الكائنات أو تريليونات الكائنات على مر الزمان، هذه الرحمة هي جزء من 100، وأبقى عنده 99 جزءا من الرحمة، من رحمته عز وجل، ليرحم بها العباد يوم القيامة. أنا أكثر شيء أستغربه عندما يأتي ملحد ويقول أين رحمة الله، عندما يأتي مشكك ليقول إن الله ظالم والعياذ بالله. الله أبقى عنده 99% من الرحمة، من رحمته، ليرحم بها العباد يوم القيامة، ليغفر لعباده. لذلك يعني هنا ربما نستوعب أكثر قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وربما نستوعب قول النبي عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، دعوة للتراحم أيها الأحبة. يعني حبذا نحن لو تعلمنا من هذا الحيوان الذي نظنه لا يعقل، ولكنه قد يعقل أكثر من كثير من البشر. هذا الكائن المفترس أحبتي في الله والله لديه رحمة أكثر من كثير من البشر. كثير من البشر فقدوا الرحمة ببعضهم، الراحمون يرحمهم الرحمن يوم القيامة. لذلك أيها الأحبة يعني دعونا نتعلم ثقافة الرحمة، ثقافة حب الخير للآخرين، ثقافة أن يعني نفعل هذه الرحمة تجاه حتى من يخالفنا. يعني انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي كان رحيما حتى بأعدائه. جاره اليهودي الذي كان يؤذيه عندما مرض سأل عنه وزاره في بيته، الذي آذاه وأساء إليه غفر له وعفى عنه. أهل مكة الذين آذوه والذين تآمروا على قتله والذين أخرجوه من أحب بقاع الأرض إلى قلبه، عندما جاء فاتحا منتصرا قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم وهو في موقع القوة. لذلك أيها أخي الحبيب، يعني إذا أردت أن يغفر لك الله اغفر للآخرين، إذا أردت أن يرحمك الله ارحم الآخرين. فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا يوم الفزع الأكبر، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.